وصلنا نرمين لمحطتنا الأخيرة. دائما المرأة قد ما كانت عاملة خارج المنزل، قد ما كانت على درجة كتير عليا من الثقافة والعلم، دائما عندها شغلة جانب الأنوثة بيظهر ببعض الأعمال. اليوم بمحطتنا الأخيرة حنروح لصبية معنا، هي قدرت من خلال الخيط والسنارة أنه تجسد رسالة كل صبية سورية ورسالة كل أم سورية، أنه اليوم قادرة تعطي وقادرة تثبت حالها ولو من خلال هذا الخيط والسنارة. قدرت تخيط حكاية من حكايات الأم السورية. حيكون معنا زينب نوراس، وهي أخصائية بمجال الصوف والسنارة، هدول القصص الأعمال اليدوية. صباح الخير لك. صباح الخيرات، يسعد صباحكم، وكل عام وأنتم بخير وأمهات سوريا كلها بخير يا رب. اهلا وسهلا فيكي، كل عام وانت بألف خير. ايضا رح نتعرف اول شيء على هوايتك، او بدنا نقول مهنتك، هي الكروشيه. خلينا نحكي على البدايات وكيف تعلمتيها. هلا اول فتره كنت صف رابع، يمكن كنت حب كثير شغل السناره وشكل السناره بالايد يعني، بس تعلمت فتره منيحه وقطعت. رجعت بعد فتره من شي 6 سنين، رجعت على اليوتيوب وهالمواقع وهيك، رجعت اشتغل لحالي يعني، تعلم ذاتي لحالي. ايه ذاتي. ايه طيب، اليوم قد ايه القصة يعني، حتى لو كان في تعلم ذاتي بس انت اليوم بحاجة لتثقلي هاي الموهبة، تقدري تتطوري خلال السنوات. خلينا نحكي عن اهم شيء اليوم انت قادرة تشتغلي يعني خلال هدول السنوات. اليوم تعلمنا، دعمنا حالنا، صرنا نعرف اكثر كيف نمسك. يجوز اول مرة مسكتي السنارة بتذكريها يعني. انا بتذكر كنت لف الخيط سته وهيك ارجع اخذه وهيك، يعني مرة واحدة خالصين للثاني. احكي لنا عن اليوم شو قادرة تشتغليه. هلا اليوم الحمد لله كل شيء بقدر اشتغله، يعني اي صورة ممكن شوفه او اي شيء فيني دائما انه فورا اشتغله يعني. ايه الحمد لله. هلا بس قبل كنت دائما احتاج لفيديو، احتاج لمساعدة هيك يعني دائما. خلينا هيك زينب فورا نفرجي المشاهدين بعض من النماذج او القصص يلي انت شغلتيها. قديش حلوه هي. هو اللون يعني، انا اللون الالوان ايه مع بوند هي. تمام، هي لصف ثاني تقريبا. تمام، للصغار. للصغار. تمام، فستان كامل قديش اخذ معك وقت تقريبا؟ هلا هيك شيء بياخذ معي من 15 ل 20 يوم. ايه لانه هذا في هيك كثير انه كلوش، عرفتي كيف؟ إيه فشغله بيكون. هذا الموديل اخذتيه من الانترنت، شفتيه طبقتيه؟ هي الصوره بيبعت اياها حدا وانا بطبقه. ايه فورا. دائما قصص الزهر يعني. سنتين يمكن. اشتغلتيها من سنتين؟ ايه من سنتين مشتغلتها. بتحسي في وزن بقلب القطعه نرمين يعني انه صوف بتدفي؟ مع انه نحن بنقول دائما بحس انه الصوف انه هو يعني من الانواع المفرغه فبتبرد، لا ولكن هيك عم بحس انه فيها تقل القطعه. لا فيها بنوتي اكيد. اكيد دائما هيك لون الزهر ملفت بيروح فورا للقلب. اليوم انت عم تستفيدي ماديا من هي القصه؟ ايه الحمد لله نوعا ما يعني، لانه مشروعي لحالي يعني، انا لحالي بس حاليا، لا انه بس بالبيت ما؟ ايه بالبيت مع اولادي وهيك. ما بتاخذي تواصي لبرا؟ باخذ تواصي من بلا. ايه بس انه قصدي شغلي بالبيت يعني، لا انه جمعيات ولا طاقم ولا شيء يعني، لحالي بالبيت. تمام، كمان رح نشوف نماذج، هي الطواقي للشتيك، نماذج كمان جديده و شوي غريبه. لا هي طاقه بابا نويل، بس هي هيك شوي جد اولاد بتدفي على الاذن وهيك. هو حلم الصبايا، ما بيحبوا هذا اللون، فبتلاقي الطفله حتى متعلقه بهذا اللون. ايه لانه هيك جد ولاد وهيك. هلا اليوم اذا حكينا هيك تنسيق الوان، اليوم انا اذا بدي احكي بهي الطاقيه اليوم يعني هي بالنهايه ذوق لك يعني. صح. كيف اليوم بتطبقي هدول الالوان؟ يعني انا اليوم صرنا نشوف اخر فتره بالاسواق لونين ما لهم علاقه ببعض. صح صح، كثير بعيدين. لا يعني هلا دائما بحاول يكون الالوان كثير رايقه مع بعضها. هلا هونيك بالمحل بتقعدي بتحطي الالوان حد بعضها وهيك، بس انه يعني بحاول دائما تكون لايقه على بعضها الالوان. هذا من عيد الام الماضي. تمام، بس بالعكس بعد اذنك مشان بين اليوم هاي القطعه كثير بنشوفها كادو بعيد الام. هي انه كثير هاي من عيد الام الماضي. هذا عم تختلف شيء القطبه او التطريزه بيناتهم ولا لا؟ لا اكيد اكيد كل شال بيكون له قطبه معينه وهيك. قديش اخذ معك وقتها تقريبا؟ هذا اخذ معي كمان شيء 15 يوم هيك يعني. عم تحكي 15 يوم بس عم تطلع معك قطعه كثير حلوه. نعتبره نوعا ما زمن قياسي. بتحسي ما بتبطل هاي هذا الموديل؟ ما بيبطل لا ابدا. لا هذا الموديلات لا. بس حلو هيك، انا شفت شيء قريب يعني نفس الموديل بس هو ملون، فالقطبه كذا لون يعني، بتحسي رايح للصبايا اكثر يعني. صح صح، في كثير موديلات يعني، بس انه حاليا هدول اللي مشتغلتهم.
طيب هذا كان كادو عيد الحب. عيد الحب طائي ولا كادو؟ يعني انت جايكي كادو او بدك تدني كادو مع طائي؟ الصبيه هديتها لخطيبه. ايه اختارت له هاللون والموديل. كمان قديش هيك هي رومانسية ودافية؟ عشر أيام. ايه خلص. طب خلينا نحكي اليوم هيك، كل صبية حابة تبلش بهذا المجال بالكروشيه، شو النصيحة اللي بتقدمي لها اياها؟ كيف هي بدها تبلش تتعلم خطوة خطوة؟ إذا مثل حالتك هي بتحس إنه عندها هي الموهبة بس ما أنا متعلمتها. بس تكون واثقة بحالها، إنه حتى لو عملت بوند إنه خلص هي واثقة إنه هو كثير حلو، لأن ماما كثير دعمتني بهالموضوع، كثير يعني إنه شو ما عملت إنه واو وكثير حلو وكثير رايق وهيك. جايبة اليوم سنارة معك وخيط، فرجينا زينب اليوم أنتِ كيف عم تشتغلي عليها؟ هلا كثير نحن بنسمع انه هذا الشغل ممكن بياثر كمان على الفقرات يعني، فاليوم كثير المفروض تكوني منتبهه لهي القصه. ايه على القعده وهيك. ايه لازم يعني انت بتحسي بحالك تاخذي بتشردي، واحد بيشرد بهي القصه. ايه صح. ايه هلا هي قطن، هي جاكيت قطن عملتها كمان لبنوتي تقريبا صف ثاني او هيك. هلا لسه هون هيك في مثل الكشف. خلينا نرفع شوي هيك نفرجيه على الهواء. كانه زينب اليوم عم تميل للبنوتات كثير. كثير وعندي بنوتين كمان. والله يعني انت اليوم ما شو يعني ما مبين علي انه هي. لا مبين عندي بنوتين. ينعاد عليكي. خلي لك اياهم هلا بالبدايه. اول شيء بتسوي القطعه، اخر شيء بتركبي الايدين صح؟ لا الايدين مو دائما اخر شيء لحتى اشوف انه القياس والموديل. هلا هي لانه لها موديل مشان هيك انه مشتغلتها او فورا. اخر شيء الاكسسوار، يعني الموديلات على الجوانب والاكسسوار. شو الاكسسوار يعني اللي بتحتاجه هيك؟ هلا هي بدها بروش وردات، انه مع كل طقم بنحط وردي لون شكل. ايه والزرار وهيك قصص. اليوم ثياب البنات عندك اكيد شغلك معظمه، خلينا نقول معظمه. ايه معظمه. ايه حتى الصبي كثير بعمل له، بس انه يعني على البنات الالوان وهيك والموديلات كثير حلوه بتكون. هلا في اسماء للقطب كثير يعني. شو اكثر شيء بتستخدمي بقصص الصوف؟ هلا العمود اكثر شيء مستخدم، لانه مثل ما شفتي ليكي بيكون دافي وهيك. هلا هذا لانه خيط قطن فشوي مبين مفرغ. هلا كأن زينب اليوم بتميل اما للساده او ممكن لونين. ما بحب كثير يكون في تعجيق بالقطعه وهيك، مشان هيك بحب انه لونين او انه ساده. هلا في موديلات مثل ما قلتي، في بيجي الرمادي والاسود والابيض بالشالات كثير حلوه كذا لون، بس كله رايق مع بعضه يعني ظابط مع بعضه. هيك زينب هلا كثير بنشوف سيدات سوريات خصوصا عندهم مشروع صغير بيميلوا للسوشيال ميديا ليروجوا لاعمالهم ليعرفوا الناس. صح. بموهبتهم. انت تبعتي هذا الشيء؟ ايه اكيد. ايه انا اكيد عملت صفحه منشان التواصي وهيك يعني، وصرت اشتغل عليها كمان. ساعدتك هي الصفحه زينب؟ ايه اكيد ساعدتني. اشتغلي نشوف. خلصيها هلا اليوم على الهواء. فعنا هيك ايدك شوي، خلينا نشوف نفرجي كل حدا عم يشوفنا اليوم كيف هي القطبه. هي السناره شو بنسميها؟ هاي السناره. ما في غيرها؟ لا في كثير قياسات وهيك، بس هاي القياس مناسب مع خيط القطن 3.5. ايه تتذكري زينب اول او اول فتره كنتي عم تشتغلي فيها السرعه تبعك؟ كنت اشتغل وكر وكذا وارجع عيد القطعه من اول وجديد وهيك. ايه اليوم عم ترجعي؟ لا ترجعي بالقصه لورا؟ غير اذا مثلا بس بقياس خربطت. ايه ممكن ارجع عيد، انا ما بيهمني اني عيد، المهم انها تطلع القطعه انا رضيانه عنها والحدا اللي عم يشتغلوا اياها يكون رضيان عنها. هي اهم شيء اكيد. قديش هي القطعة اللي عم تشتغليها بدها وقت لتخلص تقريبا؟ هلا هي ما بدها بقى يومين وخالصة، لأنه الوردات جاهزين يعني، وبس الكمضل والطول المناسب. ايه بس هيك. طيب زينب اليوم يعني صرنا نشوف في ارتفاع كثير كبير بأسعار الصوف، يعني هذا قطعة الصوف يعني كانت كثير رخيصة. ايه لا فاليوم ارتفاع كبير يعني. أنا تفاجأت إنه هي القطعة اللي كنا كان كثير يعني ما فينا نذكر قد ايه، لأنه كان كثير المبلغ بسيط. ايه بسيط صح. اليوم يعني هاي القطعة قادرة تعمل لك القطعة واحدة او انت بحاجة لكذا قطعة؟ هلا هاي لا ما بتعمل لي، هي ممكن تعمل لي طاقية او بوند بس، اما الجاكي بدها من 3 لـ4 كبكوبات من هدول ال 100 غرام. ما هي هون الفكرة انه ماديا انت قادرة توازني اليوم بين التكلفة وال هلا بحاول يعني، انه مو كثير قادرة اوازن بس انه بحاول. ايه اليوم هيك خلينا نختم برسالة اليوم ما حابة توجهيها لكل سيدة سورية. هلا بس إلا أنه دائما كوني واثقة بحالك، ودائما يكون عندها مشروع ولو كان بالبيت وبين أولادها وهيك، وبس يعني مو أكثر من هيك، بس يكون في ثقة موجودة كله بيبقى سهل وهي.
أكيد زينب، ومن هاي الابتسامة الحلوة والثقة الحلوة والمشروع الأنوثي بوجود طفلتين كثير حلوين، ندعي لك هيك الله يخلي لك اياهم. الله يسلمك، بنعاد عليك وعلى أمك بكل الخير. شكرا كثير لكم وللإخباري على الاستضافة الكثير حلوة. شكرا كثير.